السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جريد 11، يا رب تكونوا بخير. النهاردة احنا حصتنا كأننا بنراجع أو بنستكمل كمان درسنا لا النافية للجنس. سبق وخدنا حصة عن لا النافية للجنس، وقلنا لماذا سميت لا النافية للجنس بهذا الاسم. ها، الناس اللي عايزة تشارك لو سمحتوا ارفعوا ايدكم شاركوا. طب انا هحط لكم درجات المشاركة على ايه بقى ان شاء الله اذا كنتوا انتم مش متفاعلين خالص. تاني السؤال بيقول احنا ليه سمينا لنا فيها للجنس بهذا الاسم؟ ما ترفعوا دي كنتوا ولا اختار انا؟ يلا حسن، حسن جودة. لأنها تفيد نفخ تفيد وراء جنس اسمها، بمعنى إذا كنا لطالب عام مقصر علم مقصر، مقصر علم مقصر، فإننا نفيد نفي التقصير عن كل طالب عام. حسن، انت مالك حتى مش عارف تقرأ؟ عيش عيش. تفتح كده يعني ايه؟ يعني ايه هي نافية للجنس؟ بتنفي ايه عن ايه؟ بتنفي الاسم عن الخبر، لا، هي بتفيد نفي الخبر عن الايه؟ عن الاسم، عن الاسم، تنفي الخبر عن الاسم. الاسم خلي بالك، يعني الخبر عن لا، الاسم يعني لا ليها اسم وليها ايه؟ خبر. خبر. تمام؟ يعني هي في جملة اسمية، جملة اسمية مكونة من مبتدأ وإيه؟ وخبر، والمبتدأ ده اسمها والخبر خبر، تمام كده؟ هي بقى عملها إيه؟ بتفيد نفي الخبر عن الإيه؟ عن الاسم. وهنا أهو بص كده، فين هنا الاسم وفين الخبر؟ لا طالب علم مقصر، فين الاسم وفين الخبر؟ طالب هي اسمها، ها خبرها ايه؟ معايا حسن؟ ايوه انت بس سامعني، اه انا كده سمعتك، ده بس بقول اسمها لك صح؟ طب فين خبرها؟ مقصر علم لا مقصر مقصر، لان الطالب ده خبر. مضاف وعلم ايه؟ مضاف اليه، لان انت لو قلت طالب علم، طب انت فين استكمال الجمله؟ ما انا قلت مقصر بس فكرتها في ماشي، مسمعتنيش بقى. يبقى مقصر. يبقى هنا عمل لا ايه بقى؟ لا عملت ايه بتنفي الاسم، تاني؟ بتنفي المبتدأ، بتنفي المبتدأ بتنفي الخبر يا ابني اهو، بتنفي خبر. الخبر عن الايه؟ عن المبتدا، ماشي خلاص كده بتنفي فهمتها. التقصير عن طالب الايه؟ العلم. ماشي ماشي، وزيها لو قلنا مثلا لا تاجر مثلا ايه غشاش، يبقى بتنفي الغش عن الايه؟ عن التاجر، وهكذا. عندما نقول، شكرا يا حسن، عندما نقول لرجل في الحفل، احنا بننفي وجود جنس الرجال كليا في الايه؟ في الحفل. طيب هو احنا ليه قلنا نفي هنا؟ لأن أصل الجملة، ها، لا في الحفل إيه؟ ها، رجل، يبقى إحنا نفينا إن يكون في أي وجود للرجال في هذا الحفل. طيب، إحنا اتكلمنا قبل كده عن معناها، النهاردة برضو هنتكلم عن عملها. ما هو عمل لنا فيها للجنس؟ يعني نشارك يا جماعة ونرفع إيدنا، والكلام ده خدناه قبل كده. ايه عمل لا النافية للجنس؟ عالية، 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 عجيزي،
ما عمل لنا فيه للجنس، محدش بيرد. جنى ممكن اقول انا لولو أو. اتفضل يا لولو. ما هم إيه. كلهم قافلين المايكات وحضراتهم ما بيردوش، اتفضلي. إيه، تدخل لنا فيها الجنس على الجملة الاسمية وتعمل برافو عمل عليك. إن وأخواتها ايه اللي هو ايه بقى؟ وتنصب عمل ان المبتدأ واخواتها. تنصب إيه، المبتدأ. ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها إيه، ولكن بشروط. برافو عليك. يبقى هنا احنا بنتكلم عن عمل لنا في الجنس، بتعمل عمل ايه؟ عمل ان، لكن لازم لها شروط عشان تعمل عمل ان، ودي الشروط اللي هنتكلم عنها بعد شوية. يبقى احنا اول حاجة عرفنا ايه هو لنا في الجنس واللي اتسميناها بهذا الاسم، وبعد كده قلنا اعملها عمل ايه؟ ان بتعمل ايه في الجملة؟ بتدخل على جملة اسمية، بتنصب المبتدأ وبيسمى اسمها، وبترفع الخبر ويسمى خبرها، وهنعرف ايه الشروط. انا اللي مشارك معايا واللي هياخد درجات للحصة دي حسن جودة ولولو، ولولو كمان متطوعة يعني ان هي تجاوب، لكن الباقي نايم مش فاهمة او ما بيحضرش. اللي حاضر لي دلوقتي 17 من 28، وحتى يعني بقيتهم ما بيردوش. حاجة جميلة قوي. هيا ما بتردش، لو اقول اسمه يا جماعة اعتبره كده غايب، يعني اللي هنطق اسمه وما بيردش هعتبره غياب. براحتكم بقى. هتدرس، تدرس، محدش يقول لي يا مس انت عامله ميوت. لا مش عامله ميوت لحد. ايوه ماشي ازيك يا تدرس؟ زي بس. طيب تدرس، احنا واحنا بنسأل قلنا يعني ايه لنا فيه للجنس، وقلنا ان هي بتعمل عمل ان لكن بشروط. ايه هي بقى الشروط؟ تقدر تقولها لنا؟ احنا كل ده بنراجع. ان يكون اسمها وخبرها مفرد نكرتين. اسمها وخبرها المفرد، ها بيكونوا ايه؟ يعني ايه خبرها المفرد؟ اللي هو ما ليس جملة ولا شبه ايه؟ ولا شبه جملة. يبقى الاسم والخبر نكرتين. زي عندنا مثال اهو، لا شباب باق، لا منافق محبوب. يبقى هنا لا عاملة ولا غير عاملة؟ غير عاملة غير عاملة. عاملة عاملة يعني ايه عاملة؟ يعني دم بتعمل عمل ان، يعني اسمها، هي نصبت اسمها ها ورفعت ايه خبرها. خبره يعني لما اجي ابص على منافق ده اقول ده اسم لنا فيه للجنس ايه، وهو في حالة نصب، وهنعرف بعد شوية انه المبني وانه المعرب من المنصوبات. ومحبوب ده خبرها مرفوع. طيب ده أول شرط تدرس. ثاني شرط إيه بقى؟ اللفظ بينها وبين اسم أي فصل. ما يبقاش في فاصل بينها وبين اسمها، تمام؟ يعني عندي هنا مثلا لا ماء في البيت ولا إيه ولا زاد، لكن لو إحنا فصلنا بينها وبين اسمها بأي فاصل هيبقى متكررة وبنقول يعني ملغية، عملها ملغي. لا في البيت ماء ولا ايه ولا زاد، يعني ده المثال الايه الأصح. طيب والحاجة الثالثة أو الشرط الثالث، لا تزوج بحرف جر، فإذا زوجت بحرف جر عملها ما تكونش هي نفسها مسبوقة بحرف من حروف الايه الجر. زي عندي المثال ده، المنافق بلا ايه، ضمير. بلا ضمير. عاقبت المهمل بلا رحمة. طب اما اقول لك هنا لا دي نعتبرها لنا فيها للجنس؟ لا لا، لانها ملغية. ليه اتلغت؟ وممكن يجي لك سؤال عن كده، هي ليه هنا ملغية وغير عاملة؟ عشان الاسم ايه، عشان ما اصبح، عشان جد بحرف سبقت الجر. بحرف من حروف الجر. شكرا لك يا تاج.
طيب نسجل معانا كده حسن بودة ولولو وتدرس. ناس الثلاثة اللي جاوبوا. يبقى تاني شباب، احنا لما نتوقف عند يعني شروط عمل لا النافية للجنس، بنقول احنا عندنا 3 شروط عشان لا النافية للجنس تعمل عمل إن. أولا إن يكون اسمها وخبرها المفرد، لأن الخبر أنواع، يا إما مفرد يا إما جملة أو شبه جملة. لما يكون الخبر مفرد يعني لا هو جملة ولا شبه جملة، ويكون إيه كمان نكرة، زي عندنا المثال ده: لا شباب باق ولا منافق إيه محبوب. دي هنا لا عاملة. طيب لو جبها اسمها أو خبرها معرفة تبقى لاغية وإيه ومكررة: لا الشباب باق ولا الإيه ولا الجمال، وتكملت الجملة: ولا أيضا الجمال باق. لا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح. هنا في الأمثلة دي اللي أنا بشاور لكم عليها، هنا أصلا لا لاغية ومكررة وغير عاملة. الشرط الثاني: ألا يفصل بينها وبين اسمها أي فاصل، يعني ما يكونش في فاصل بين الاسم وبين إيه وبينها هي نفسها، زي المثال اللي عندي: لا ماء في البيت ولا زاد. لا ماء في البيت ولا إيه ولا زاد. طب ما أنا أصل الجملة المفروض أقول إيه؟ لا في البيت ماء ولا إيه ولا زاد. لا في البيت ماء ولا زاد. طيب ألا تسبق هي نفسها زي ما قلنا بحرف من حروف الإيه الجر، يعني ما أقولش بلا المنافق، بلا ضمير، عاقبت المهمل بلا رحمة، حزنت من لا شيء. أصل ممكن يكون الضمير ده الباء أو إيه أو من. يبقى أنا عندي 3 شروط ها عشان تكون لا النافية للجنس عاملة وغير مهملة أو مكررة. ها يحيى، يحيى باشا، ياسمين، ناس ليك يا ياسمين. سهر كاس. الحمد لله. كده احنا قلنا 3 نقاط في قاعدة لا النافية للجنس. ليه سميناها لا النافية للجنس؟ عشرين. الحصة الثانية في نفس الدرس، تمام، واحنا عمالين بنعيد وبنزيد في 3 نقاط، لسه ما اتنقلناش لأي حاجة تانية. ليه سميناها لا النافية للجنس؟ ويعني ايه عاملة؟ وايه الشروط اللي بتخليها عاملة؟ متابعة معانا؟ يلا يا ياسمين. ياسمين مثلا لما بقفل المايك بتاع مش بيرضى يخليني افتحه تاني. طب اتفضلي دوبي على طول يلا عشان الحصة هتخلص. عشان يكون اسمها وخبرها المفروض لا نافرتين يعني. احنا دلوقتي ماشيين نقطة نقطة. احنا ليه سميناها لا النافية للجنس؟ عشان بتفيد نفي خبرها عن جنس عن جنس ايه؟ اسمها. عن جنس اسمها، يعني هنا نفينا التقصير عن طالب الايه العلم، تمام. اول نقطة انت قلتيها كده صح. ايه عملها بقى؟ هي بتعمل ايه في الجملة؟ يعني بتدخل لنا فيها الجنس على الجملة الاسمية وتعمل العمل إن وأخواتها برافو عليك، وتنصب تنصب الاسم وترفع الايه الخبر، تمام. طب ايه بقى الشروط عشان تكون عاملة؟ شروط عمل لنا فيها الجنس. ها ياسمين.
الشروط. ثلاث شروط عشان طيب تكون عاملة، لازم لها ثلاث شروط. ايه هما؟ يكون اسمها خبرها نكرتين. نكرتين، زي كده المثال مثلا، لا منافق محبوب. الشرط الثاني، لا يفصل بينها وبين اسمها أي فاصل تاني. ما يفصلش بينها وبين اسمها اي فاصل، والا لو في فاصل هتكون لاغيه ومكرره. والشرط الثالث، ما تسبقش بحرف جر. الا تسبق بحرف من حروف الايه؟ الجر. لو سبقت بحرف من حروف الجر هتكون برضو لاغيه وايه؟ ومكرره. شكرا ياسمين. يبقى عندنا كده كمان ياسمين. ياسمين استعد. الخلاصة هنا في الجزء اللي خدناه في الدرس، تعمل إذا كان اسمها وخبرها نكرتين، لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، لا يسبقها حرف جر. طيب أنت بقى بتكون غير عاملة، يعني لا تعمل العكس على طول. إذا كان اسمها معرفة يبقى لاغية ومكررة، فصل بينها وبين اسمها بفاصل تكون لاغية ومكررة، يجب تكرارها. إذا سبقت بحرف جر فالاسم بعدها بنعربه اسم مجرور، تمام؟ بعدها مجرور ولا هنا في الحالة دي بتكون زائدة وبتديني مجرد معنى الإيه؟ النفي. فين بقى يوسف عوض؟ يلا يوسف، يوسف يوسف عوض، وبعدين رجع تاني. يوسف عوض، ايوه اتفضل يا يوسف. زمالك سألناهم عن عمل لا النافية للجنس، احنا بنسألك بقى هي امتى بتكون غير عاملة؟ لو ما تبعتش الشروط ديت لو ما اتطبقتش الثلاث شروط اللي هم ايه بقى؟ يعني لو جه اسمها مثلا معرفة عارف، ها مش نكرة، هي الأصل فصل فيها ان منها يكون، اسم فصل. لحظة كده يوسف لحظة، الأصل ان يكون اسمها وخبرها نكرتين. طب لو جه اسمها معرفة، ها تبقى لاغية ومكررة. طيب والحاجة التانية، ودينا وبنسمعها فصل. ان يتفصل بينها وبين اسمها بفاصل، وهنا برضو يجب تكرارها. والشرط الثالث، لو سبقت بحرف جر. طب والاسم هنا هيكون بعدها ايه بقى يوسف؟ مرور بحرف الجر. وفي الحالة دي بنقول ان الاسم هيكون مجرور. طب ولا بقى هيكون عملها ايه؟ زائد زائدة لمجرد النفي. شكرا يا يوسف. يوسف عوض، أنا مسجلة كده معايا حسن جودة ولولو وتدرس وياسمين ويوسف عوض، تمام؟ الناس التانية بقى اللي مكبرة دماغها ونايمة مالهمش درجات عندي، براحتكم خالص. الناس اللي قافلة المايك مثلا زي روحي، لا بسمع صوته ولا بيرد ولا بيرفع إيده ولا أي حاجة خالص. نورين، 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 يحيى، وياسمين سعيد داخلة باتنين اكونت او باتنين باسمين،
ياسمين السعيد وياسمين السعيد؟ لا مين؟ ياسين وياسمين. ياسين؟ اه ياسين انا. ايوه طيب، احنا كده جزئية الكلام عن ما النافية للجنس. بننتقل لنقطة تانية وبنقول اسم بقى لا النافية للجنس يا جماعة. الاسم نفسه بيأتي على ثلاثة أشكال. أولا إن يكون اسمها مضاف، زي ما قلنا كده طالب علم، يأتي بعده مضاف إليه، وبيكون المضاف بتاعه نكرة. يعني احنا تعودنا إن يكون عندنا مضاف نكرة ومضاف إليه معرفة. لا، بيقول لي اسمها بقى اسم لا النافية للجنس. لما يجي لي مضاف بيبقى المضاف إليه بتاعه نكرة كمان. يعني إذا كان كذلك يجب أن يكون معربا منصوبا. يعني لما يكون اسمها المضاف ده واللي بعد مضاف إليه نكرة، بيكون في الحالة دي معرب منصوب. طب لما يجي اسمها نكرة، مثلا أنا عندي هنا لا رجل، لا رجل سوء محبوب، رجل اسم لا نافية للجنس منصوب، لا مهملي واجب، وهنا حذفنا النون للإضافة، في رجلي سوء حذفنا النون للإضافة، مهملي واجب حذفنا النون للإيه؟ للإضافة. رجلي هنا لأنه مثنى، ومهملي واجب هنا لأنها جمع مذكر سالم. يبقى أول حالة يا جماعة لاسم لا النافية للجنس أن يأتي مضاف من النوع المضاف. طب المضاف بتاعه إيه؟ المضاف بتاعه برضو بيكون نكرة. يعني زي رجل سوء، ده مضاف وسوء مضاف إليه. ما تختارش سوء على إنها هي الخبر، لا، رجل هي اسمها آه وهي مضاف، وسوء مضاف إليه، ومحبوب هي خبر. طيب النوع الثاني انه يكون شبيه بالمضاف، يعني يا مضاف يا شبيه بالمضاف. يعني ايه بقى شبيه بالمضاف؟ بيقول لي ما اتصل به شيء يتم معناه وبيكون معرب. يعني يا مضاف يا شبيه بالمضاف، ده الاثنين معربين. زي ايه بقى؟ لا بائعا دينه بدنياه رابح. بائعا ده اسم لا النافية للجنس، وهو من نوع الشبيه بالمضاف. ليه شبيه بالمضاف؟ لان انا هنا نونته، وما يحذف من المضاف للإضافة التنوين والإيه والنون. أنا هنا سبت التنوين، يبقى ده شبيه بالمضاف. طب في حالة الإعراب، كمثال مثلا ده لا كريما خلقه مهان، قلنا لا نافية للجنس وإعرابها أو تكملة الإعراب حرف مبني على السكون. طب كريما اسم لا نافية للجنس منصوب بالفتحة، مش مبني لأنه من النوع المضاف أو شبيه المضاف. لا مذموما خلقه بيننا، مذموما اسم لا النافية للجنس منصوب بالايه؟ بالفتحة. يبقى نخلي بالنا شباب تاني ان لا النافية للجنس بيجي اسمها يا مضاف يا شبيه بالمضاف. طب في الحالة دي مبني ولا معرب؟ بنقول لا معرب. يعني ايه معرب؟ يعني منصوب. طب امال بقى حالة البناء ايه بقى؟ اللي هي الحالة رقم 3 اللي هي في جيم عندنا، بيكون مفرد. يعني ايه مفرد؟ ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيبنى على ما ينصب به. يعني ايه يبنى على ما ينصب به؟ يعني يبنى على الفتح اذا كان اسم لا مفرد او جمع تكسير. احنا اصلا بننصب المفرد وجمع التكسير بالايه؟ بالفتحه. انا ببني على الايه؟ على الفتح. يعني مثلا المثال اللي عندي لا رجل في الدار. رجل هنا اسم لا النافيه للجنس مبني على الفتح. والنقطه دي مهمه يا شباب، لان لازم نفرق بين اسم لا النافية للجنس المبني والايه والمعرب. امتى مبني؟ لما بيكون مضاف او شبيه بيكون معرب، انا اسفه، لما بيكون مضاف او شبيه بالمضاف. طب امتى اسمها بيكون مبني؟ لما بيكون لا مضاف ولا شبيه بالمضاف، بيكون مفرد وطبعا نكره. زي لا رجل في الدار، لما نيجي نعرب رجل اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح، وطبعا لأنه مفرد. طب رجال، هو برضو مفرد وإن دل على الجمع. هنا معناه مفرد يعني لا مضاف ولا شبيه بالمضاف. طيب رجال لما أجي أعربها اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح. إذا كان اسم لا مثنى أو جمع مذكر سالم، وإحنا قلنا مبني على ما ينصب به، يبقى هنا يبنى على الياء.
في حالة التثنية وجمع المذكر السالم. ليه؟ لأن لما بنصب المثنى بنصبه علامة نصبه الياء، ولما بنصب جمع المذكر السالم بنصبه علامة نصبه الياء. طب لما أجي أعرب مثال زي لا رجلين في الدار، هعرب رجلين اسم لا نافية للجنس مبني على الياء لأنه مثنى. لا مهملين في الأسرة، مهملين لما أجي أعربها اسم لا نافية للجنس مبني على الياء، لأن طبعا أنا لما بعرب جمع المذكر السالم في حالة النصب بقول ده منصوب بالإيه؟ بالياء. رقم ثلاثة بقى يقول إذا كان اسم لا جمع مؤنث سالم يبنى على الكسر، لأن لما بنصب جمع المذكر السالم بنصبه علامة نصبه الكسرة. يعني لما أجي أعرب لا مهملات في الأسرة، مهملات هنا اسم لا نافية للجنس مبني على الكسر. طيب تذكر إن يجوز حذف خبر لا نافية للجنس لو فهمناه من السياق. يمكن دخول همزة الاستفهام على لا نافية للجنس زي ما أقول ألا ضيف جالس معك ألا. لا العاملة يجوز تكرارها لا عمل ولا جهد ضائع عند الخالق. ممكن تكون عاملة وكررها. في المثال السابق خبر لا الأولى محذوف يدل عليه خبر لا النافية أو لا الثانية اللي هو ضائع. خبر لا النافية للجنس مثل خبر إن. يعني إيه زي خبر إن؟ يعني خبر إن ممكن يجي مفرد أو جملة أو شبه جملة. مفرد يعني إيه؟ يعني ما ليس جملة ولا شبه جملة حتى وإن دل على التثنية والجمع. لا مدرس مقصر، لا مدرسين يقصرون، لا طائر فوق الشجرة. هنا احنا استوفينا الثلاث أنواع لخبر لا النافية للجنس. مقصر هنا مفرد، حتى لو قلتها مقصرون بس هي مفرد، يعني ما ليس جملة زي يقصرون ده خبر جملة فعلية، وفوق الشجرة ده شبه إيه؟ شبه جملة. قد يحذف اسم لا إذا فهم من الكلام. طب عندنا حالات اسم لا زي ما احنا شايفينها هنا وقلناها قبل كده وموجودة عندك في الجدول. تعرب دائما اسم لا مبني على الفتح في محل نصب اللي هو في حالة إيه؟ بناء. زي عندي كلمات مشهورة دايما بتجيلي اسم لا النافية للجنس، لا جدال، لا شك، لا ريب، لا نقاش، لا مفر، لا بد، لا بأس. ده أنا بعربها إيه؟ دايما أعربها اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. وكده إحنا درسنا بيخلص، أشوفكم على خير إن شاء الله. درس موجود على الإس إم إس، تابعوه وادخلوا وذاكروه، وده جاي في الكويز إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.